ولمزيد من النقاش في هذا الموضوع معنا من باريس الدكتور أمير المفرجي السياسي العراقي. مرحبا بك معنا دكتور. مساء الخير وعيدكم مبارك. بارك الله فيك دكتور. لا شك أن هناك على ما يبدو في المشهد العراقي انشقاقات في تحالفات كانت قائمة لمدة طويلة بين شركاء العملية السياسية. ما سبب هذا الخلاف؟ هل هو سبب فكري أم صراع على المصالح؟ العفو ما سمعت صوتك، لي برنامج الريبورتاج بده يطلع عندي بالصوت. يعني هل تسمعني بشكل جيد الآن؟ البرنامج اللي طلعوه يعني يبدو هسه أن راح. تسمعني دكتور؟ هسه الآن جيد. تمام دكتور، سألتك عن سبب الخلافات بين شركاء العملية السياسية، هل السبب فكري أم أن هناك صراع على المصالح أدى إلى ذلك؟ لا شك ان ما يحدث في العراق هو شيء طبيعي ناتج من نظام المحافظه الذي الكل يعرفه بانه نظام يعني جمع بعض الاحزاب التي جاءت من ايران وبعض الاحزاب التي تستطيع ان نسميها احزاب ولكنها ليست احزاب، جاءت بها امريكا وعلى شكل شخصيات ساعدت الاحتلال، قاموا بإنشاء هذه الدول التي تسمى بالعراق ما بعد 2003. هذه الحكومة هي حكومة منافع، يعني كانت أسسها هو الفساد والسرقة من أجل البقاء ومن كذلك خدمة من جاء بهم إلى هذه المناصب الكبيرة على رأس الحكومة العراقية، وأقصد بها إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم طيب، بما أن هذه التحالفات لم تكن تعكس تحالف سياسي حقيقي وإنما كانت مبنية على المصالح، ما مستقبلها برأيك؟ لا شك أن مستقبل هذه الحكومة سوف يكون يعني بانتهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية، لأننا وكما نعلم جميعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد ترضى ببقاء إيران، وما يحدث الآن على الساحة الدولية هو ستكون نتائجه بالدرجة الأولى على العراق، لأن العراق هو يعني الهدف الأول لإيران والولايات المتحدة تريد أن تبقى في العراق. إذا مستقبل العملية السياسية سينتهي لا محالة بانتهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية، وأنا شخصيا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة والغرب بصورة خاصة سوف يفرطون بالعراق، لأن المصالح الغربية هي مصالح يعني تطمع في نفط العراق، أما المصالح الإيرانية فهي مصالح عقائدية مذهبية ترتبط صحيح بالإمبراطورية الفارسية ولكن بعباءة دينية، ولكن هذه المصالح الإيرانية لا تستطيع أن تبقى واقفة أمام الجبروت الغربي الأمريكي الذي يريد أن يبقى في العراق. البعض يقول أن ما يحدث هو أمر طبيعي ويحدث في جميع التحالفات في العالم، هل أنت مع هذا الرأي أم أن ما يحصل الآن قد يؤثر على الخدمات المقدمة للشعب العراقي وعلى مستقبل هذه البلد؟ لا أعتقد بأن العملية السياسية بصورتها الحالية تشبه أي عملية سياسية ديمقراطية موجودة في العالم، لا نستطيع مقارنتها ب يعني العملية السياسية الموجودة في دول العالم، حتى ولم تكن دول عالم الغرب ولكن في دول العالم الثالث هناك عملية سياسية قد تكون شبيهة بالديمقراطية ولكن ليست على الطريقة العراقية. الطريقة العراقية هي طريقة تجمع أحزاب طائفية مذهبية تدين بالولاء إلى المذهب قبل الوطن، وهذا شيء يعني لم نراه في الدول حتى دول العالم الثالث، يعني الهوية الوطنية وضعت على جانب، وأما يعني المذهب وأما الدين السياسي الذي دخل بقوة في العراق هو الذي يعني يسير هذه العملية السياسية. من هذا المنطق أنا في رأيي أنه مستقبل هذه العملية السياسية سوف ينتهي يوما ما، لا أدري بالضبط، ولكن ما يحدث الآن من صراع كبير بين حكومة السيد عبد المهدي التي تشبه حكومتها الحكومات السابقة من حيث الأداء، حيث لم تعمل شيئا منذ سنة، كانت هناك إنجازات وهمية مكتوبة على الورق ولم يستفد منها الشعب العراقي، وكما تفضلت
أنت بالكلام عنه. إذن هذه مستقبل هذه الحكومة سينتهي، ولا يعني أعتقد بأن عبد المهدي يستطيع أن يعمل شيء، لأنه قد جاء بتوصية غربية على ما أعتقد لقضاء وقت ما والذهاب، ومن ثم الإسراع ب يعني اتخاذ الأمور جديدة لإيجاد شخصية أخرى، نعم. وكما كان السيد العبادي وكما كان السيد المالكي من قبل. يعتقد أن هذه التراشقات والاتهامات المتبادلة يعتقد أنها مفتعلة أولاً، ثم أنها تأتي للتغطية على فساد الكتل السياسية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن هناك يعني مشكلة عميقة تجمع هذه الأحزاب السياسية. هذه الأحزاب عندما جاءت للحكم لم تكن أحزاب يعني لها هدف واحد هو خدمة العراق، ولكن كانت لها أهداف شخصية، فالكل كان يعني له هدف شخصي مبطن ومغلف بعباءة دينية وبمرجع ديني، استطاع هذا من خلال هذا المرجع الديني أن يعني يجمع بعض العراقيين. ولكن أنا في نظري أنه الاختلاف الكبير في الأهداف التي تجمع هؤلاء والذين لا يمثلون أحزاب سياسية ولكن يمثلون تكتلات مذهبية، يعني المناخ العراقي الذي ساهمت به أمريكا ساعد في أن تبقى هذه الشخصيات على يعني على هذه المناصب الكبيرة التي هي مناصب كان بالأجدر أن تكون مناصب للنخبة الوطنية التي يعني موجودة في العراق بكثرة. ما لاحظ ما يحدث الآن، الأحزاب الطائفية هي التي يعني تستطيع أن تقرر، الأحزاب الطائفية عن طريق الشيخ والمرجع الديني هي التي تستطيع أن تعطي الأوامر للجيش وللشرطة، وخصوصا دور الميليشيات الذي هو دور يعني لا يمت بأي صلة للدولة، وإنما بالشخص الشيخ أو المرجع الديني الذي وكما يقولونهم نعم. المرجعية الدينية التي تعطي يعني الفتاوي الخاصة بها، وهذا لا يتم بصلة مع ما يعمل فيه في الدول يعني حتى الشبه وصلت الفكرة المتقدمة. دكتور أمير. نعم، وصلت الفكرة دكتور أمير المفرجي السياسي العراقي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.